بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يتكبراتشونا يتوددتشو لبروغرامو يمتكتاتلو الدروس المهمة أسفلاقي تمهرتو جميلو كشيخ محمد نورهنن يقرآن فضائل بزون دالو بحديث وچ بكل يتنقاقر النويالن أهونم بزا بكل إن شاء الله نكتلالن. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. شيخ محمد نور يجمر نونا رست أهونم لما كتل من جمر ياقن نكون دهنا متاجو كون دهنا قوياتو إن شاء الصالح بارك الله كنت كان أفريقيا المباركة أفريقيا تيبي تكتاتيوش دزهم أفريكا تي في كنت هنا قويت بارك الله فيكم ما شاء الله. شيخ محمد نور بالفو الحمد لله بزو حديثوش نو يتكسن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأدها كما سمعها. إن يادوك مو حديثو ينبيات صلى الله عليه وسلم بقرآن بكل يتتكسو እኛ መጀመሪያ ራሳችን ለዑለማ ለትናንሽ ለሁሉ የሚመለከት ትልቅ ጉዳይ ነው የጀመርነው የቁርአን አሐዲሶች ማለት ነው ከጀመርነው የምንቀጥለው بعض الآيات عند عند آياتك الله سبحانه وتعالى يمرጣቸው الله سبحانه وتعالى كالله ዘንድ የተወደዱ ስራዎችም አሉ ባለፈው ብዙ ስራዎችም ተክሰናል ዛሬ ደግሞ ከምን ተክሰው ስራዎቹ የተወደዱ ሐዲስ አቢ ሁረይራ ነው الذي رواه ابو داوود والترمذي يقول عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القران سوره 30 ايه شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك نا يجن سورة تبارك بزو فضائل اندالات نو يمياسر الدانا حديث أبي هريرة من القرآن سورة 30 آية يمتبالو بزان بكل تنشارح نفلق على إن شاء الله ما شاء الله شو الصالح اندالات شوتنو بسم الله الرحمن الرحيم حديث أبي هريرة نعم نوم كده رياض الصالحين قال له حديث وشيئي انه يمتعنه من إلى الحديث أبي هريرة قال من القرآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نوم ملت من القرآن 30 آية كقرآن 30 آية له 30 آيات وشاله 30 آية سيل شيخ محمد نور يجي لآية آية آية يتتقصو تيهدو سورة تبارك 30 آية عندالات لمالتنو نعم نعم 30 آيات وش القرآن است قالو نعم. شفعت لرجل حتى غفر له نعم استمار للدرس الصع شمقل اللتالج ما لاجه نوالك إيمانات وهي تبارك الذي بيده الملك نعم سورة تبارك شفعت لرجل شفعت هاي كدم شفع أرقال لتالك بمي المسل قالون يتنكر أتى أمر الله يا الله سبحانه وتعالى أمر متى يعني وذي في تميمات أو النقر لك بألف إن دال لنقرن ويتناقر بس لك إن دالفه يعني تحقق وقوعه كتحقق الماضي يعني بعد نحن تلانت قوي أرقت أنيان إن تلانت لما نور عليهم صحيح يعني أرقت أنيان إلا نعم بتلانت أن نقرن ويتناقرن شفعت له تحقق يعني حاني شفعوا يصا تبكنا ما لاج الناس شو مقلنا يترقاقتنا يا سلام همي الملك تعالو نعم وهي إشي ثلاثة آية ما النات سويون استمار للدرس
يشمقلتشلت نعم يمالدتشلت وهي تبارك الذي بيده الملك إلى الرسول اللهم صل عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة ملكت وهنا ما شاء الله أهون تكرتو يمسبو دغمو شفعت يميله هي شفعت لرجل حتى غفر له شفعة لسولي جاسف الكوال إن شفعة دغمو بمن يهل نو يمياسف الك مالت بتجقر كساعت نو شفعة يمياسف الكو بعلفو يا نساني مسلين يال شفعة ميلون كارسن سما نعم عادي قال لا يتفتر الشجر على ما لتكون شو مقول الناس ولا شو ما قل لهم هيدو لما فتحت حق مبالي هنا شجر قط موتا قلي بيتسب يقرا بيتم باقرم قدي يين وكو شو ما قل له يا سلام لا قرم يمرط شو ما قل لي لا قرا بيت يمرط مش نا شفاعة قلي هند نقرو كبريت نو شو مقول لنا شو ما قل لهم يمرطوا نعم نعم يوم القيامة قدي تلكنا قدي يوم القيامة الله سبحانه وتعالى تكاد تميز من الغيظ إلى جهنم يا نساء جنة يا نساء شوقنا إلى الجنة جنة ننافق ننمي لجنة ننسرى القرآن ملكت قدي مليئنا بهذا جنة مساتنا ونم يا نساء نعم أنا بزان كان بشقر كان شما قلو قرآن كذا دمو زاري سورة تباركني يين لنو نعم إن حديث رواه أبو داود نعم. أبو داود أورثه وتر الترمذي نعم وقال حديث حسن نعم أبو عيسى الترمذي نعم رحمهم الله نزه علماءك كتابات شو اللي نزه نزكبوت نعم مالتهم يا سلام شفاعة يوم القيامة ብዙ ነገሮች ሸፋዓ የሚያደርጉ አሉ። ትልቁ ሸፋዓ መቼም ሸፋዓት አልዑዝማ ተብሎ የተሰየመው የነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው። ሰዎች በሚጨነቁበት ሰዓት ሁሉ አማኝ ሆነ እምነት የሌለው በመውቅፍ ጸሃይዋ ቅርብ ሆና ሰው በተጨናነቀበት ሰዓት በዛ ሰዓት የተሰጠው ትልቅ ሽልማት تلك يعني للنبي صلى الله عليه وسلم يتسطاچو شفاعه العثمانه يتلايايوم شفاعوچم አሉ للنبياችን صلى الله عليه وسلم يتسطو شفاعوچن بزي حغاطامي تنش بتاستاوسن شفاعه محمد قد حديث الشفاعه نعم راسون يتعلي نورال نعم تلقو شفاعه اندالاچو تساچو نو يا سلام تساچو يوم القيامة خلق انجليك كادما ستسكمج الرشاو يالو سو عند بوتا لا يتسبسبو نعم عرندو عند بالن بلونو متأيكو آدمن يتأيكال نوحن يتأيكال إبراهيمن يتأيكال وانبياء اشبه مولو يتأيكال هزبو عندو فرد الجمر بميلنو تياكو فرد الجمر انا يجنتهم ولا جنت ولا ساعتهم عنده هول كذي عنده زي كمان سكمة كانوا سبحان الله مكتهلة عنده لابد ومنهم ما يلجمه الجامعة هاجروا درس هقول بس درس هم برت درس هذه ميوت عمال عنده سرعة عمال عنده سرعة سبحان الله بس زين كان عنده يستلقى شفاعة يساعتهم ينبي عجل ناس وجود يا رجال ارفع رأسك وسل تعطه الله أكبر متفلقوا من دينه طيق أن ستحلن يبالالو يو فصل يتجمر المالتنا يا سلام يا سلام السو شفعة اللي قرآن شفعة اللي دمو يا سلام ما هوني يازمو قرآن يا سلام قرآن دمو أوثق شافعين نويلة من كتاب الله أوثق شافعين قرآن القرآن شافع مشفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام شافعين مش ما قل لينو مشفع مقبول الشفاعة الله أكبر طيقه ما يملس أيوة شي ما قلينه شي مقلنا وما يملس شي ما قلينه نعم وماحل مصدق الماحل بالحاء المهملة الشاهد يعني الشاهد مصدق قرآن ها مسكر رب قرآن ها مسكر لهم ها مسكر بهم
ماحل مصدقنا يعني شاهد مصدقنا. هنا تميبال مسكرنا ومالت فصوت أنا أقرب من جعله أمامه قاده إلى الجنة. الله القرآن من مريون قرآن يدرجه سبو جنة لم يسكبه. يا سلام. ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. يا الله. القرآن حجة لك أو عليك. القرآن وي لانت مسكر لها وي بانت لي مسكر بها إلى الرسول نعم. عليه الصلاة والسلام. إنا شفعوا بزو أين شفعانو يعلى يا نبياتي صلى الله عليه وسلم شفع على قرآن مراسوم شفع على مؤمن يشفع صحيح. مؤمن لا مؤمن يشفع على تلقوا ليو يهونج ليلي لا يالتسطى شفعة عندنا وهي موقف يالو كبادو كان بلنال ليلة للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة لا سوى ما يسد أو ليو يهون يسد أشوا شفعة من علو الرسول يسد أشوا شفعة عند أبو طالب يستأوس على مسألك تخفيف العذاب نعم ما ذكرت نعم هي مالت مكم مؤمن يالهون سو قدل يلهم لجنة المقبات الكلتان بجهنم نو يمينرو نسأل الله السلامة والعافية ولا يخفف عنهم العذاب تبلوال لكن إكراما لنبياتنا صلى الله عليه وسلم لولا أنا قالوا لأبو طالب مالتنا أصبح في ضحضحة من النار يالوت سبحان الله كاللالي هنا قلل يالي عذابنا يميقبو أبو طالب مكنياتهم الله سبحانه وتعالى يهدرقوتنا استوازونا أبو طالب اندقنا دقمو إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم يتسد أنجي كافر ولا تنفعهم شفاعة الشافعين تقولوا نعم ما شاء الله نعم بارك الله فيك مكم هلو لما استوازنا يشفعان دالاتشو راسو يشالة تمرتيم ياسفل لقونو قال النبي صلى الله عليه وسلم بوزون دزي سيست وعندان دقزي ما لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم يميادرسن دزي عينتو ستاستاوس مالتنو النبي صلى الله عليه وسلم برون انكواكوتو سايكفو سايت ايوكو دغمو ليلا ما نمي ميقباو يلم مالتنو بوزونو اندالاتشو يشفع نقر مجم تزرزرو ما يجرسم إن شاء الله الله كوفقن دغمو يا أنواع الشفاعة بالناستاوسم إن شاء الله الله يوفقن اللهم آمين نعم كذا سنوات شيخ محمد نور شفعت لرجل حتى غفر له إلال هون هي شفاعة بمغفرة يدرسوال مالتنو أسباب المغفرة بزوالو مالتنو سو دغمو بزي هاد الدنيا تلوك يمين منيو مغفرة الذنوب نو إن هي راسو يتشالي قرآن الكريم من أسباب المغفرة نو كأسباب المغفرة بزول يلوشم كزي سانو وطابية نو أسباب المغفرة سون كوكوت نعم وانجلو اندامي مر نعم مري رب عمل يا سلام صغير تكبره النية الله أكبر كلب ويالو انقديها حتى هذه اللي سقط الكلب يا سلام نعم وشاون ياتتاچ وغفر لها انجليسا متفوس راسري نبرچ نعم انجلي هي مغفره اندت اندمي متى يتوق سبحان الله بتا مسمرون ما يازنو انجلي كنيا متطبقو يا سلام ايمان بايمان تمسرتو نعم مسمرو لها تگنين نعم الله سبحانه ان رحمتي سبقت غضبي الله رحمته وسعت كل شيء يا سلام من مستثنى من النجر اللي من قريك هذا يو كفر الله وسومتشم هذا هي قبل نعم مؤمن عنده مؤمن مخلص كهنا قلت بعالم يتدرجوا دعوه الله صلاة مسجده حتى جنازة مسجده اللهم اغفر لحينا وميتنا الله إيمان كارلو قلت جنة ميقبابت سببه يتمشاكنه الحسنة بعشر أمثالها الله أكبر من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها الله أنت سرته
باسر نو ميكفلوك فيه. نعم. هذا لي مضاعف ميهون ميهون الله. نعم. بمتهم يكترم أضعف ميهون الله. صحيح. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير إنهم عند طمي الله بالصبر جهات الله وجراش. نعم. الله ما رجلتنا من يموقو. بغير حسابنا. بغير حسابنا. يا سلام. لا جنة لما قبات. نعم. يتمشى نجرنه. بتعم يجرمه. نعم. يهولو نعمات زرقته الحسنات بند أسر يتبازى يلا حسناته معصية وبلطبت وانجلو كطروس را أدلتبت بستبت ولسات ميقرون وميقرون سبحان الله هنا جنة مقبيون سبب الله يتمشاكنا يرقو الله أكبر باند أسرنا من جاء بالسيئة أيوة. فلا يجزى إلا مثلها يعني الله. سيئة سرى عند تبلون ميازبت ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها يبتبك يكونوا لسيئات كن عند بتشالج سيئات مطفو باندنا متاسببت عند مطفو سرى باندنا حسنات كن أقل شيء باند أسر التاسببت يهم أقلنا أقل شيء أو أيوة. كذا بلايم هيدا إلى 700 ضعفين هيدا يا سلام نا جنة سبب الغفران من تقدر يزل لك صحيح الإمام صحيح. البيهقي أيوة. كتب شعب الإيمان يعني من أعلاها لا إله إلا الله إلى أدنى شيء ما تطل الأذى عن الطريق يعني سويتشين دانا كبرو وشوه دينقا من قال لي قلل مارق هزا درس الإيمان بضع وسبعون شعبة نعم يعني هو اللي كتبه تعالى إنجليزي مجمره لا إله إلا الله نعم بس إنه إيمانه من مسرجه نعم الناس يقولوا إنجليزي جنة مقبس سبب وش ناجح الله أكبر ما أمرتكم منه فأتوا منه ما استطعتم نعم هي تمشاتك كازز كواتشو يازز كواتشو هو اللي نمسروا عليه لهمكم إيه ماشي حج ما يشيل نسوق قد إذا حج ما رجع لبان لهم الله حتى زاز يمشي لهم يسارهم وما نهايتكم عنه فانتهوا يكلكل قاتشون يكلكلتون هلو نما كلكل اللبس أيوة كتعززوا تقول يتعززوا تبان ملون قريه يجي نما قبيع سبب وش نايتش من تقورتوا سبحان الله إن رحمتي الله سبحانه وتعالى لتئزازوا فاتقوا الله ما استطعتمنا ዋናው ግን የተከለከለ ግን يعني እንደሚባለው ሞቶ ከሞቶ መከልከል አለበት ማለት ነው አማ አልስቲጣዓ ለሰራው ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረህመቱ ሰፊ ስለሆነ ሰላት አዘዋል ግን ከቻልክ ወቆሙ ለላህ ቃኒቲን ትቆመት ሰግዳለ ካልቻልክ ደግሞ ቁጭ ብለህ ሰግዳለ ካልቻልክም ቁጭም ማለት ተኝተህ ያለህም ባንድ በኩልም ተኝተህ ትሰግዳለ ማለት ነው ይሄ يا الله سبحانه وتعالى رحمة سفينه جزيو يدرسنه شيخ محمد نور جن تنشيه جن مغفرة متلون أسباب المغفرة بزنو ندالاتشو شعب الإيمان يتتأكسو بيتشا النزيه بالنزار الزراتشو ما يجرسو الله سبحانه وتعالى جن رحمة سفي سلوهن بالقرآن بمقراته مغفرة تجنيه سلات بمسجدو السلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن بلوال سبحان الله يهي عجبنا يعني الله سبحانه وتعالى يعني أسباب المغفرة يادرقون أسباب المغفرة يسرون يادرقلن بتقام بزنو مالتنو إن دالاتشو أسباب المغفرة لما استوسم بزنو قروتشم لنا استوسم نتشلالن كذا يا أسباب المغفرة لما تشأمرو تكال لشيخ محمد خير إن شاء الله. بارك الله فيك. إني هون يتشين سورة راس واي تشالج مالت سورة من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له يمتلو سورة من دنو يالنا تيجي. سورة الملك. نعم سورة الملك نو. تبارك الذي بيده الملك نو. يتشين هول جزيه مقرات مالت نو يتلي ساعتات الله تويم يهون لسواي مملكت سبب ورود الحديث تزايلني نعم دي. من القرآن 30 آية شفعت نعم. لرجل نعم
هي قلب قار يتيازن وهي قبول ميبالو خلاص قار يتيازن سبحان الله ناس لفوج اندو عندت آيات قلباتنا جبتها لنا بيهن عندت آيات انكو اندزي متأثر مالتنا ولب متنكو نعم الصوت لو مقصرنا ايوه تدبروا دمو ملكتم مرادات عند نجرنا نعم ان سبب ورود الحديث وتزيلني نعم نعم جن بي ليليتو مقرات حلبت مالتنا اندزي شفعه لماغنيت وي حبك اياها ادخلك الجنه انقدي كله الله احد ان يكرره اندزي تبارك يا سلام يهم من قديك كسورة الفرق كسورة الملك قارية تياز نروتنا وزيلي ألامت لنا من قديك كل يوم ملتزم هنا وميلون نعم بارك الله فيك ما شاء الله يتوسنا الحديث ويالن تناقرنان كذاك أطلهم دقمو حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه هي متفق عليه أن الآيتين من دناتشو سأبلو سولي تأيك الشلال كفتاه سيمتلون من هنال حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه يسو حديث من إلال عن النبي قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لله ما في السماوات نعم إيه في ليلة يعني في كل ليلة عندهنا يا سلام قد لزالك الرابات الليلة كفتاه المكروه تلك الليلة بزان كان مطقوا يقاتم آخر سورة البقرة يكرسه بزاتش الليلة من ما يقاتمهم كشر محفوظ هنا المال طباقي ناتشو مالن مطفو نقر اندي يقاتمه ايوه قليه الدنيا مليئت الدنيا عندي نقر انقلي حوامن بيهن حشرات حيوان بيهن انقلي سلسولي يضر ميبال نقر هلو اينك هم مالن انقلي الزنك ايوه واستنا ناتشو ضمان ناتشو حارسوش ناتشو مالن ما شاء الله قيل كفتاه المكروه تلك الليلة نووي قالته وقيل كفتاه من قيام الليل بزيم تفسروا يا سلام لليت قوموا كما دروا لليت قوموا ميادروا بعبادنا يتشن آيات كارتوا ميادروا أجراتشو كنو سبحانه كفتاه من القيام من قيام الليل لليت كما قوم النزيه بكتار لليت ما قوم سنانو نعم من الليل فتهجد به أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمته قيام الليل يتودد مرغوبنا نعم قل لليتون كم كم يادر النزيه يبقوتار إلى الهزيح يعلمون حديث قلي ملكتون بزيه ملكونه نعم قيل كفتاه المكروه تلك الليلة وقيل كفتاه من قيام الليل نعم وهم مطفونا قرأيناكوهم أي عندنيو تفسيرنا نعم ولتنيو داما نعم للي تنقومو كم يادر نزيه باكو تعالى ما شاء الله ملكتوه صحيح إنا مجم وانو من نتأبك بات ويمدومو تعاوز ودا الله ودا الله من تقابت وانو شرنو دومو إبليسنو شيطانو كفتاهو كالم كل مكروه كونا وانو مكروه يهوني تتألي ومتألون دقمو سيطانو شيطانو إن يهجن آياك أرام دقمو محفوظ هونو يادرال مالتنو إن يهجن آخر آيتين من سورة البقرة ويميلو آخر آيتين بيتشان دزي كفتاه كتبالي الله يسطو سورة البقرة بمولو يميك أرا سنت أجر لياغينو مالتنو ما شاء الله نعم عند الصحيفة عليه بيتشال وحسنات وما نقدر القرآن نعم هون قدم بان السهود الشيطان نو أبو حامد نعم النفس
أشد أعداء الإنسان نفسنا. نعم. وإيش الشيطان نوم لهم كتبوها. أيوة. أشد أعداء الإنسان نفسنا إلى لسببين. ولتم كليتال. أيوة. عندنا أنها عدو محبوب. عدو محبوب. أيوة. النفس مع نفس ما يود معنات. سبحان الله. النفس الأمارة بالسوء هي أشد الأعداء للإنسان. بطعم حيلين ثلاثة سولج نفسنات. النفس الأمارة قال لي سببين. الأول أنها من الداخل عوستنات. أيوة. والثاني أنها عدو محبوب متفدوا ثلاث. نعم. عندها ثلاثة الله يوالا يا الله تولي ذلك صحيح أنت قارنات. كذا ثلاثنات يا الله. والثاني شيء دمو أنها من الداخل حوست حوست ليبا برهن زقته برهن يارقه تتبك على بس باقين كوستنا. سبحان الله. ابن القيم ممكن يتتبع هذا. والأشد أعداء الإنسان هو الشيطان. سبحان الله. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. سبحان الله. إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. سبحان الله. والنفس هو الذي يقودها. الشيطان اللي يحركها مثلا إذا النفس الأمارة. الله خيرها. نعم. الإنسان خلقه إما شاكرا وإما كفورا. فمنكم مؤمن ومنكم كافر. نعم. القرآن هل تمر ميمروا شيطانهم. صحيح. شيطانهم محركات ما. نعم. عجيب نو يهن نقول إن شاء الله الله كوفك أنسكي ليلا قزيم الناس هاوسالن لزاريقن زيهن دي بقان تودداتشو بروغرامو يمتكت هاتولو يالاتشو ساعتو سلدرس إن شاء الله بليلا قزيز كم نقنان. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.